حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. ذكرت مجلة ميدا البريطانية أن قيمة سوق المشروعات في العراق تراجعت بأكثر من 31% خلال العام الحالي. وبحسب المجلة فإن قيمة سوق المشروعات في منطقة الشرق الأوسط تراجعت على مدى عام ليفقد السوق 139 مليار دولار من قيمته بعد تراجع سوق المشروعات في العراق بنسبة تجاوزت 31%. أوضحت المجلة أن انخفاض قيمة سوق المشروعات في دول الشرق الأوسط يعود إلى إعادة تقييم نطاق المشاريع القديمة في العراق والإمارات. أكد نواب برلمانيون توجه مجلس النواب إلى تخفيض احتساب سعر برميل النفط إلى أقل من 60 دولاراً في الموازنة المقبلة. أشار النواب إلى أن مجلس النواب لا يمتلك أي صلاحية بتحديد سعر صرف الدولار في الموازنة، لكنه يمتلك الصلاحية في احتساب سعر برميل النفط في الموازنة، مضيفين أن لدى المجلس مخاوف من انخفاض أسعار النفط الدولية، وأن تحديد سعر صرف الدينار يتعلق بالسياسة المالية المتمثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، وأن البرلمان لا يمتلك تلك الصلاحيات. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية تجاوز عدد العاطلين عن العمل في العراق 2 مليون شخص. هذا ودعت الوزارة الحالية الوزارات المعنية بشأن توفير فرص عمل للشباب العاطل وجوب إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة زيادة العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق. وشددت الوزارة على وجوب منع دخول العمالة الأجنبية والاكتفاء بالعمالة الوطنية، لا سيما في الشركات النفطية والاستثمارية، من خلال إلزامهم بتشغيل 50% من العمالة الوطنية. قال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة حيدر نوري، قال إن مشتريات البلاد الحالية من القمح تكفي لمدة 2 شهر، مضيفا أن الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 460,000 طن شهريا. ويقول خبراء اقتصاديون إن الحكومة العراقية لا تملك خطة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي، مشيرين إلى عدم وجود وفرة ومخزون للطوارئ لمواجهة أي أزمة أو زيادة غير معتادة في الطلب على السلع الغذائية المطلوبة. وفي خبرنا الأخير، قالت وكالة بلومبيرغ إن كلفة تخلي أوروبا عن الغاز الروسي في إطار عقوباتها ضد روسيا بلغت 1 تريليون دولار في مرحلة أولى من أزمة طاقة لم تشهدها منذ عقود، وحذرت أوروبا من هبوط اقتصادي حاد. وأضافت الوكالة أن هذه الكلفة سببها ارتفاع أسعار الكهرباء للشركات والمستهلكين الأوروبيين، كما توقعت أن هذا ليس سوى بداية لأكبر أزمة طاقة في العقود الأخيرة، حيث أنه بعد فصل الشتاء ستكون مخازن الغاز فارغة، وفي ظروف الحد الأدنى من إمدادات الغاز الروسي سيكون من الصعب ملؤها. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.